الخير مشاهدينا الكرام، حيكم رحب فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث لهذا اليوم. يسرني ان استضيف النائبه حليمه قعقود. صباح الخير دكتوره حليمه. صباح الخير فيك. اليوم راح نناقش كل المواضيع من التعبئه اللي حاصل اليوم بالبلد لاعاده النازحين 17/01، الوضع بالجنوب، وايضا حرب الاباده المستمره بقطاع غزه وانعكاسها ايضا على المنطقه وانعكاسها على لبنان. نبلش احنا وياك من الموضوع هلا النزوح، هذه التعبئة الحاصلة، برأيك اليوم في شيء جدي خارج انه الأحزاب اليوم وعت على موضوع النازحين بعد 12 سنة؟ أول شيء للأسف انه ولا مرة الحكومة حطت خطة لمعالجة قصة اللاجئين أو الوجود السوري. نازحين سمون نازحين حتى يهربوا من لجوء، ولكن نازحين هو من ينزح داخل حدود البلد. مشان هيك هيدا التعريف الدولي للنازحين وللاجئين ما بقى يزبط تقول نازحين. نازحين ما عندك عم تعترف يعني كأنه سوريا ولبنان بلد واحد، وهن لا، بلدين مع سيادتين. سو ما فينا نسمي تسميات. هن هربوا من قصة اللاجئين كرمال ما يكون في يعني التعامل الدولي معهم كبصفة لاجئين. طيب بس انت بدك تبلش تحط حل. نحن مع خطة امبارح بحزب لنا حطينا خطة بريف بوليسي ناقشناها مع بعض الشركاء كدرافت ورح نطلع. لا، ممنوع بقى إلا يكون الحل على صعيد خطة لبنانية لإدارة هذا الملف. هيدا العبء الكبير على لبنان، وصار عبء كمان على السوريين الموجودين، لأنه خطاب العنصرية والكراهية، وفي ناس عم ينضربوا، في ناس مخصصون بالموضوع. صار يعني صار مش هو نحن عنصريين يعني. لا، صار في كمان تباهي إنك أنت عنصري. كلنا منحب لبنان وكلنا بدنا مصلحة لبنان، ولكن مصلحة لبنان ما منكون تنحط بحلول شعبوية وبتشد العصب، لأن دايما هو بيعيشوا على شد العصب وعلى التخويف من الآخر حتى نرجع. لا، هيدا المشكلة كبيرة، مشكلة عبء اقتصادي واجتماعي على لبنان، ولكن بده حل يتناسب مع مصلحة لبنان ويتناسب مع القانون الدولي ومع العرف الدولي بالبرنسيب دو نورو فورمو. هيدا كله بده يتطلب انه وضع خطة من الحكومة اللبنانية تيجي تناقشها مع الاتحاد الاوروبي، مع اليو ان اتش سي ار، ومع الدولة السورية. اخر شيء بدها هي تتحمل مسؤوليتها، وبده يكون في حل سياسي لنأمن رجوع او عودة آمنة لهول، وبعدين لهول الناس. طبعا بدي اقول بعد شغلة، انه ما فيك ما تهرب من التصنيف، لانه العوده الامنه او عدم الترحيل، مبدا عدم الترحيل، نحن بالقانون الدولي بس مرغمين على، مش مرغمين يعني، نحن في مبدا نحترمه لانه موجود بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، بالكونفنشن اجينست تورتشر موجود هو عرف، بس هيدا ما بيتطبق على كل السوريين الموجودين على لبنان، موجود بس على ما يصنف لاجئ اللي عنده خوف حقيقي اذا راح ينتقم منه النظام السياسي الموجود هناك. وهي اذا صنفت بيطلع عدد اللاجئين او من يستحق هذه الحمايه عدد جدا قليل. سو نحن بس بهيدا العدد القليل نحن ما فينا ان نرحل، بينما مبدا البرنسيب دو نورو فورمو بتبع الكل. الباقي نحن سياده، دوله عندها سياده، هي بتنظم هذا الوجود مثل ما بدها، بتعطي اقامات، بتعطي لطالب، بتعطي اقامه طالب، والباقي نحن بدنا طبعا، نحن اللي مش اذا كل الاطفال اليوم بدي اسلم، بدي انسى انا اللي كل يعني اليوم سياسه المواقف، كل المواقف انه مع وضد، وانت شو قلت مع النازحين واذا انت كنت مع ولا لا. ليش اذا اليوم في هذا الاجماع ليش ما بينعمل هذا الشغل؟ يعني اليوم بعيدا بس عن الحكي، اول شيء بحياته ما كان في اجماع بهذا الملف، لانه وقت الحكومات اللي كان من 12 سنه كان في حكومه مؤلفه من كل القوى. اوكي، ليه ما حطوا وقتها خطه؟ ليه بس شعبويات بيحكوا مع الناس؟ انا بحكي مع الناس، برفع الصوت، بس بيجي على الحكومه ما بعمل ولا خطه. ما انت كنت بالحكومه، تفضل، كنت تفضل حطوا خطه مع بعض، مش حاطين خطه. اثنين، ما بتزبط اي خطه بلا ضبط حدود. بتوقف البلد على موظف يعني، بس اذا في امور اساسيه بتوقف على تشكيل حكومه. اذا ما في هيدا الوزير نحن مثلا، اذا هالوزير ما استلم عنا هيدا الوزاره نحن بنوقف البلد. بس ما بتوقف البلد على وضع خطه من هيدا الموضوع. اما الموضوع ما بتزبط ولا خطه بلا ضبط حدود، بقى ما في شعبويات، بدنا نحط خلص النقاط على الحروف. اليوم فكرة اليوم في طرح انه ممكن إقامة يعني مثل اللي حصل بسوريا وتركيا، إقامة مخيمات على الحدود اللبنانية. أول شيء تضبط الحدود،
بس بتأيدي يعني اقامه يعني حصرهم بمكان ما، يعني جغرافيا حصرهم بمكان ما، تنظيم العماله يعني اليوم السوريه واقامه هذه المخيمات. يعني في مخيمات على الحدود بالاردن وسوريا، وفي بتركيا نفس الامر. رح اقول لك شو التصور الحل بالنسبه لنا. اول شيء كل شيء للترحيل اللي عم بيصير انه عم بيرحلوا، وخاصه الجيش رحل بعد بعد كم ساعه فاتوا من ثاني ميل، مثل اللي عم بيعبي البحر بالملعقه يعني. ايه؟ لا ترجع 200 من مليونين، لا ومش بس هيك، مش بس هيك، هال 200 اللي رحلتهم بعد كم ساعه فاتوا من ثاني ميل من الحدود. سو انت ما فيك تعمل كمان اجراءات، انت ما عم تحترم عقول الناس فيها. احترام الحدود، التصنيف، بدك تشوف انت طول عمرنا نحن في يد عامله سوريه نحن بنعتمد عليها بالبلد. صحيح. تفضل يا وزاره الاقتصاد يا وزاره العمل قولوا قد ايه حاجتنا وباي سكتر بالضبط، لانت ترجع تقول هول بننظمهم في اقامات عمل وبيدفعوا ضرائب. لا لا ما فيك، لانه كمان نحن بس نشتغل هون بدك تدفعوا ضرائب، تحطوا بقانون العمل. في كتير كمان فئات بتحطها ونحن اللي ما عنده ورق لا عامل ولا لا، نحن عندنا الحق انه نرجع نرحله اكيد على سوريا. هيدا كله، هيدي انك تحطهم على الحدود، شو بتنفع؟ شو بتنفع اذا اخر شيء انت ما صنفت هود الناس وما رجعت انت شفت الوراء المضبوطين، ما طبقت يعني عليهم هذا التوازن، صاروا تحت يعني موجودين منظمين بشكل معين، هي قادرين وضبطت كل، لانه اليوم في عم يربط مليونين واحد كيف بدك تحطهم يعني رجعت بعد اليوم هيدي اذا بدك. هي من الاول لازم تصير يا رامز الفوره ضد السوريين او النازحين السوريين، هي بعد قصه مقتل باسكال سليمان وضد يعني الحادثه الاخيره اللي حصلت، فانه بتنظمي هذا الموضوع على الحدود يعني اول شيء ضمن مخيمات. اول شيء العداله لباسكال سليمان هي ضروريه، مثل ما العداله لكل الناس اللبنانيه اللي عم عن جد في جرائم بحقهم وضحايا جرائم بدون اي مساءل ومحاسب. هيدا شيء بغض النظر عن اي شيء تاني. هلا الحل هو مش الحل بعدين البلديات، شوف شو عم بيصير البلديات اللي عم بيصير يعني عم بيصير هلا شيء معين بقصه البلديات ايه. عن النازحين بشيء يعني بعرف نحن دولة على أساس ديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان، تنظيم الساعات، أي ساعة فيهم يتجول وأي ساعة لا، من هيدي الساعة لهي الساعة، حضرتك بتأيدي هذا الموضوع بتعتبريه من ضمن يعني هذه عنصرية تجاه يعني تجاه النازحين يعني، وهذا مش حل للمشكلة. أول شيء الحلول من يؤمن بمنطق الدولة، مثل ما بيقولوا إنهم يؤمنوا بالدولة، من يؤمن بمنطق الدولة ما بيؤمن بحلول محلية مرحلية بالبلديات ضمن خطة عامة لكل الدولة. ما بيؤمن بانه هيدا الحل يكون ضد حقوق الانسان وضد القانون اللبناني. انت ما فيك تحط انت من هاي الساعه لساعه تجول، هيدا كلها خزعبلات ضد القانون وما بتحل القصه كمان شعبويه. يعني انت لما ببعض البلديات اول شيء شو هو منطق فدراليه؟ يعني انا ببلديتي مش الحال ببلديتك انت زبط الوضع؟ ما اذا انت شحطه من بلديتك عم بروح على بلديه ثانيه، سو بعدهم بلبنان، يعني شو عملت؟ هل هو بعده تقل على لبنان ولعبق على لبنان؟ هل انت بتعتبر الضيعه الثانيه اللي بلبنان ضيعتك كمان وكمان عبء عليها مثل ما هي عبء عليك؟ هيدا الانتماء للوطن والمواطنه بيخليك اول شيء انك تعتبر انه هيدا الحل من واقع. اول شيء البلديات عندها دور كتير كبير طبعا بحل المشكله، ولكن بدها تكون ضمن القانون وضمن خطه عامه لكل البلد، مش ضمن انت بتعمل اللي بدك اياه، لانه طبعا في كثير محلات عم تنفتح بلا رخص بلا تنظيم من قبل اجانب، وهيدي البلديات ما عم تقوم بدورها. سو البلديات لازم تقوم بدورها بس ضمن القانون وضمن خطه عامه. بدنا نحكي حكي علمي ورايق ومنطقي وعن جد بحل المشكل، تفضلوا على الطاوله لان نحن نناقش اي بريف بوليسي نحن نحطها، والقوانين اللي عم تنزت بلجنه الاداره والعدل هيدي القوانين كمان شعبوية وما بتحل أبدا هيدي الأزمة. طيب الاشتراط الاتحاد الأوروبي إنه العودة الآمنة اليوم للنازحين السوريين، يعني ربط اليوم إنه عودة آمنة في مقابل يعني الدولة اللبنانية أو كل الأطراف اللبنانية عم بتقول نحن ما لنا علاقة، يعني خلي يرجعوا إلى سوريا وصار في مناطق آمنة. ربط اليوم هذا المصطلح أنه اليوم عودة آمنة، هل هو نوع من اشتراط سياسي أو انتظار يعني لضغط على النظام بسوريا؟ البعض بيعتبر، هل حضرتك بتأيدي أنه اليوم عودتهم بمعزل عن إذا كان عودة آمنة أم لا؟ يعني لأنه هذا اشتراط آمنة ممكن تاخذ لعشر سنين بعد. أول شيء الاتحاد الأوروبي بده يبطل يعملنا نحن كناس بترشيهم سلطة بترشيها بتعطيها مصاري لتكون حارس على الحدود والشواطئ طبعا. سياسة الاتحاد الأوروبي بلبنان هلأ خاصة بآخر كم سنة هي سياسة كتير خاطئة، وبصراحة مش بس الحق عليها، الحق على الحكومة اللبنانية اللي بترضى بهيك شيء. نحن منا
ناس حراس على شواطئك يا أوروبا. بس ما هو كمان نحن الدولة اللي بنتعامل على الأوروبية والغرب أنا أعطونا مصاري ونحن شحادين ومشارطين كمان. أكيد ما عم قلك المسؤولية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومن حكومتك وبلش بحكومة المسؤولية الأولى على حكومتي مش عم أقول لا. ثانيا انه كل اعلان برشلونه 1995 الشراكه الاوروبيه المتوسطيه البوليتيك اوروبيان دو فوزيناج اللي نحن ضمن هذه السياسه تاعت الدول كيف يعني بس بتنحصر نحن بدنا نوسع علاقاتنا مع 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 الاتحاد الاوروبي ليشمل مثل ما قال اعلان برشلونه حقوق الانسان ليشمل التنميه ليشمل البيئه ليشمل كثير sectors بس مش نكون بس نحن أكتر شيء بس بتعطي أولوية وبتعطي مصاري على الشق الأمني. ثانيا العودة الأمنة ايه نحن عم قلك بالعودة الأمنة بآخر شيء بترتبط بحل سياسي هو مش بس حل تقني بس لا ما مش هيك. أول شيء نحن لبنان ما فينا نتحمل هذا الملف لحالنا كل المجتمع الدولي بده يتحمل هذا المسؤولية مش بتحمل مسؤولية بس بدفع المصاري وانتو حلوها وحموا الشاطئ. طريقة الحل بدها تتغير. تاني شي بنتحملوا كمان هن مسؤولية وياخدوا على بلادهم هن عندهم ماضين كمان عاتفية 51 ويعتبر بلادهم بلاد لجوء. أكتر دولة لبنانية بكل العالم أكتر دولة بكل العالم عم تتحمل عدد من اللاجئين هو لبنان. طب لبنان بهيدا العدد الصغير قياسا للمساحه الجغرافيه عدد السكان انه انتم مبسوطين انه انتم شلتوا العبء عليكم ما العبء رح يوصل عليكم. بالتالي بدنا مقاربه جديده لهيدا الملف من بس لبنان بده يبلش بهالمقاربه يبلش ياخذ المبادره على ارضه يحط الخطه ويناقش مع الاتحاد الاوروبي اليو ان اتش سي ار ومع كل الستيك هولدرز والشركاء ليبلشوا يقولوا المقاربه مرفوضه الباقيه لانه المصاري اكثر من 13 مليار انصرف على لبنان انصرف مصاري دون حوكمه دون شفافيه انصرفت على الوزارات وانصرفت بجمعيات مجتمع مدني وجمعيات مجتمع مدني بجزء كبير منها تابعه اصلا للسلطه تابعه للنساء الزعماء حتى بالمجتمع الجمعيات عارفين هالجمعيات تابعين للسلطه ومعروفين منين الجمعيات اللي عم تاخذ الدولارات دعم المجتمع المحلي نحن ما عم نعطي الوزاره لانه الوزاره ممكن تكون فيسديس ومنعطي الجمعيات اللي هي كمان ما في حوكمه وما في ماليه بكثير جمعيات مين قال لك الجمعيات هي منا فيسديس في فقط في طابع يعني الطابع التسويقي لهيدي اليوم الهبه ام لا بتخفي حقيقه مشروع للاوروبيين لتوطين اللاجئين او النازحين السوريين بلبنان يعني اعطاها فقط انه هو الطابع التسويقي يعني اليوم انه فقط هيدي المليار دولار والرقم هو ما بتشوف انه بيخفي لا انه في حقيقه نوايا مبيته انه اليوم لدمجهم بخلص دمجهم بالمجتمع اللبناني طابع التسويقي موجود وخاصه بعد ما طلع العنصريه قال تعوا خذوا مصاري واسكتوا وكانه نحن كل مره بيطلع الصوت منصرخ ضد السوريين اخر شيء بنقبض مصاري ما يبي لها هيدي مرفوضه ضد العنصريه وضد خطاب الكراهيه ولكن ما حل هذه الازمه بطريقه جديه بقى تخفف عن لبنان هذا العبء. تاني شيء اذا بدك المبلغ اللي هو مليار هو بيوازي متوسط ما بيدفعه الاتحاد الاوروبي لبنان سابقا يعني 3 مليارات يورو من 2011 نحن اخذين بمعدل مليار يورو كل 4 سنين. بالتالي نحن تقريبا كانوا يعطونا هيدا المبلغ كل سنه اجت عطتنا اياها باعلام كبير واعلان وتسويق لها طبعا وتسويق للاتحاد الاوروبي وهيدي بعدنا بنعتبرها رشوة الأربعة في جلسة مجلس نواب لنناقش هذا الموضوع وأنا كتير مبسوطة بهالجلسة مفروض قبل ما تاخد المليار كنت تعمل هيدي الجلسة يعني خد رأي خد استشارة شو رح يطلع عن الجلسة غير المواقف يعني علي وخد جمهور يعني هلا بدها تصير بكرة لأنه اجت الجلسة من بعد ما صار هيدا الاتفاق سو صارت هلا كل واحد بده يعمل اكثر هلا شعبوية ولقول شفتوا لجمهوره منقولي على التلفزيون منقولي علنية جلسة ما في شيء على انا انا ما ب... انا التصويت بعد كل شيء تصويت علنية مش جلسة هي اكيد علنية تكون علنية واذا علنية شوف الشعبوي هي اكيد علنية لانه اكيد تخدم يعني ما بقول لك علي صوت جمهور يعني اكيد علنية طبعا طبعا بدنا التصويت يكون بس كمان هون رساله التصويت بده يكون علني يا لانه ما بيصير بقى مجلس نواب بلا تصويت وبلا شفافيه كل واحد بيروح بخبر جمهوره غنيه وما حدا بيعرف من جمهوره مصوت جوا هيدا بصير رح تخلص الانتخاب صار له قاطع سنتين يعني ما هالمجلس ما انتخب رئيس وما رح تصير قصه لا علنيه ولا بدي اقول لك لا تصويت الالكتروني ما فيك تحل لا تحط خطه
ولا تحل هيدي القصة ولا تعمل شيء بدون في دور المجلس النيابي برأيك وتروح. يعني في دور المجلس النيابي اليوم لإعادة التصويب بنقاش يعني جد اليوم ووضع خطة لمسألة ملف النازحين، يعني حكومة مستقيلة وتصريف أعمال، لا فيكم تطرحوا الساعة ولا فيكم تسألوا على هذه الحكومة. دور مجلس النيابي يعني غير المواقف اللي راح تخرج، في دور معين إنه يعني يكون في نقاش حقيقي وجد يعني ويخرج بشيء جد، يعني غير المواقف معه وضد وأنت قلت هيك وأنا قلت هيك. هلا مين لازم يحط السياسة العامة؟ هذا الحكومة، هذا دور شيء اكزيكتيف، دور الحكومة هي تحطه. طيب نحن منشرع منسائل هيدي الخطة، شو فينا نعمل؟ ايه فينا نعمل دور انه نضغط على الحكومة على تبني خطة، ما ضروري نحن نكتب له الخطة، بس فينا نحن نتناقش بين بعض شو هي الأهم الخطوات وأهم السطور وأهم الأفكار اللي بدها تكون بهيدي الخطة. هلا طب اعطيني خطوات عمليه اليوم كيف بدنا نحل يعني اليوم ما قلت اول شيء يا رامز ايه بس انه اليوم باطار انه اوكي تنظيمهم وتعدادهم بس معنا طبعاً يعني هيدا الكلام بدك تعدادهم بدك تسجل الحكومه عم بتقول وكل الوزراء عم بيقولوا لا ما قالوا ولا مره قالوا تصنيف ولا مره قالوا تصنيف يا رامز رفضوا ما بدهم يصنفوا لانه بيعتبروا اذا صنفنا وقلنا نحن عنه لاجئ بنصير نحن نتحمل مسؤوليه اول شيء انت محطوط بالاعلان قبل ما يصنفون بس يعدون يعدون ما هي تعداد يعني انت شو صار يعني هالبلديات بدنا تعلق يافطات انه لو بتعدهم بتعمل احصاء للنازحين على فكره انا عرفت من الوزاره وزاره الداخليه انه طلبت من البلديات تعد وكثير بلديات طلبت منهم يعلقوا يافطات لا لا بس طلبت منهم يعدوا وكثير بلديات ما تعاونوا وما رفعوا العدد بس لقال لك كمان شوف التعاون بين مؤسسات الدوله قد ايه كبير هلا المفروض انت عارف انه حتى هي وقفت تعد ووقفت تتسجل السلطات اللبنانية وهيدا هي نحن ما نسألها ليش ليه نحن تخلت الدولة نشوف من أي سنة تخلت الدولة عن دورة سيادة بتجيل عدد طالبين لجوء وتعليق مفوضية السلمية لشؤون اللاجئين تجيل اللاجئين بطلب من الحكومة اللبنانية من 2015 هون قد على نقص بس البيانات بس هو اللي أخطر من التعداد كمان ليه يعني انت داتا ما عندك دولة وانت بتقول لي انا شاركتين الداتا تبعي هو اللي أخطر هو مثلا اكيد الداتا اللي عشان لازم تكون بس لازم انت تسجلها تسجيل الولادات بكرة دولة سورية ما رح تستقبلهم لانه هم ما بتعترف انهم سوريين يعني هاي الولادات يعني ما عندهم اوراق رسمية مشان هيك هاي نحن في جمعيات مجتمع مدني عم بتساعد ترجع بتسجيل الولادات بس هاي مش دائما نتكل على الجمعيات الجمعيات ما فيها تحل محل الدولة الجمعيات بتساعد تحط الخطة انه هاي ضرورة التسجيل لان هاي من ضمن الخطة اصلا بدها تكون انه ما فينا تسجيل الولادات في ناس بعدها بلا اوراق هي خطر علينا خطر كبير مشان هيك نحن بدنا نرجع نحط هيدا نعزز هيدا بالتعاون مع المجتمع المدني اللي عم يشتغل اوريدي بهيدا الموضوع نرجع نخلي ولا واحد الا ما يكون مسجل على الاراضي اللبنانيه وهي بتعاون البلديات هون دور البلديات مش شعبويات ويافطات وممنوع تتجولوا شو حليت ما حليت شيء سيدو لابود غوزيو بسموه من نضحك على الناس طيب في موضوع الامن اليوم كان وزير المهاجرين قال بتصريح يعني كرروا كذا مره التصريح انه في 20,000 مسلح بالمخيمات اليوم شو رايك بالتصريح ما بعرف هيدا الاعداد منين بجيبها ثاني شيء السلاح المتفلت كله بلبنان كان بايد سوري ولا فلسطيني ولا لبناني ولا باي حدا ايد السلاح كله متفلت لازم ينقل يا دولة نحن يا مش دولة ليه انت سامح وعارف والمخابرات بتعرف وبتعرف مين موجود ومين معه سلاح ليه انتو تركينه من الاول ليه عم تحكينا بس عدد ليه مثل واحد ليه انت وزير عم تشتغل مثل كأنك صحفي او اعلامي مع صحفي واعلامي انت تقول الخبر هو يعالج هيدا الخبر ما بقى بدي حدا يخبرني اخبار روحوا خبروني شو خطتكم لتعالجوا هيدا الموضوع لا هو المشكله انه اذا مزبوط لازم يعملوا شيء اذا مش مزبوط كمان المشكله اكبر يعني ما هيدا اذا مش مزبوط ما هيدا التحريض على النازحين ما منشان هيك انا العدد الداتا نقص الداتا بلبنان كله مشكله كبيره مش بس بهيدا الملف ممنوع تعرف اعداد بلبنان صارت الداتا كل المخابرات الدوليه بتعرف الداتا عنا ولبنان ما بتعرف الدوله اللبنانيه ما بتعرف الداتا يعني اليوم حكي مباشره مع الدوله السوريه يعني اليوم يعني الكلام مباشره مع الدوله السوريه بهذا الموضوع كيف بدنا نحل المشكل لا نحن بدنا نحل المشكل بس ما بدنا نحكي معهم ما بدنا نرجعهم لعندهم طيب. سو اخر شيء مشان هيك هاي الشعبوية لا نحن بدنا نحط الخطة بس الخطة نحن منحلها منحطها لان على اراضينا هاي سيادتنا نحن منحط الخطة وعم قلك منحكي مع كل هول الشركاء ليبلشوا ينفذوا هاي الخطة معنا وبدوا اكيد المليونين ما فيك تخليهم كلهم ولا فيك ترجعهم كلهم هلا مشان هيك بدها تبلش على خطه تدريجيه وتبلش تحل ملف ورا ملف اذا كبرت كثير المشكل بتلاقي ما بدك تحله
فينا نزغروا بهذا التصنيف، ببلش يزغروا خطوات عمليه للتسجيل للداتا للتصنيف لتبلش تحل ملف ورا ملف بالتعاون مع المجتمع الدولي، اللي مضطر المجتمع الدولي ومش على رايه انه بقى يتعامل مع هذا الملف كانه ملفنا كلنا وليس ملف شخص ولا ملف دولي. كيف يجب، سؤال اخير اليوم من اغلق موضوع النازحين، كيف المجلس النواب بهذه الجلسه اليوم يطلع بشيء عملي يجبر الحكومه اليوم انه يكون في شيء عملاني على الارض، بعيدا فقط عن الكلام انه رح نعمل خطه؟ يعني هل في شيء بيقدر يلزم مجلس النواب اليوم حكومة تصريف أعمال بأنه يكون في شيء مدى زمني، يكون في خطوات عملية؟ أول شيء تصريف أعمال مثل ما قلت، أول شيء أنه نحن بنبعث أسئلة، وأنا من أكثر النواب اللي بيعطي أسئلة بمجلس النواب، يمكن بنرد ب10% بس، بيردوا بقصص يعني يا ريتهم ما ردوا، بيردوا بمعلومات خطأ، بقصص غير قانونية مش كأنهم دارسين قانون، في كتير أخطاء بالردود، وفي بعض الردود منيحة بنبسط ردوا معلي. ليه هن ما عم بيردوا إلا على 10%؟ لأنه عارفين ما في طرح بالثقة، وإني عارفين لو عن جد عندنا حكومة عندها ثقة كان كل جمعتين ثلاثة بينطرح ثقة بوزير، لأنه لا أهماله بشغل. طيب أنا بعرف هيدا شيء، بس إذا اتفقوا كتل نيابية وازنة بقلب المجلس النيابي وراحوا ضغطوا لوضع خطة غير إنه عندها ثقة ولا ما عندها ثقة، ما بيمشي الحال؟ أكيد بيمشي الحال. سو أنا بدي أقوله تعالوا نتفق على شو هي خطوات العريضة لهذه الخطة وكلنا سوا نتعاون حتى لو مختلفين سياسيا، لأنه هيدي لمصلحة لبنان، كل لبنان، نبلش نقوله تبلش الحل أساسي ورح نحكي بالموضوع. وأهم شيء الحوكمة للمصاري اللي عم تجي والشفافية. بدي أقول لك شيء، بيجي تقرير ديوان المحاسبة عن المنح اللي بتجي على لبنان. الحلو أنه قالوا لهم أنه الأوروبي اشترطوا أنه في إصلاحات، يعني قالوا أنه كيف اشترطوا علينا إصلاحات؟ عن فشر؟ عنا سيادة، نحن ايه. ممنوع حدا يشترط علينا إصلاحات ايه. ولا بيشترط علينا أصلا ينشرون بمادة 52 قانون المحاسبة العمومية، بتحط شو الأصول القانونية لتسجيل الهبة. بيجي تقرير ديوان المحاسبة بيقول كل الهبات اللي عم توصل لبنان أكثر من 90% غير مسجلة حسب المادة 52 لأنه المحاسبة العمومية، إن كان بالتربية ولا بكل الوزارات، هن بيعتبروا هذا المال اللي عم يجي مال خاص لإلهم، ما بيحطوه وما في حوكمة وما بيحطوه بالموازنة. انت عارف بالموازنة ما بنحطها للبيت، ما بيعتبروا ولا نفقات ولا واردات، ما هدول من النفقات والواردات. يعني نحن هو ما بنشوفهم، لا بنشوفهم على سايت وزارة كيف مصروفين، ولا بنشوفهم على بموازنة، ولا بنشوفهم حتى في منهم هيدي المنح رايحة على مصرف خاص، لك مش مصرف بالمصرف اللبناني، مصرف المركزي. هالقد معتبرين هيدا الاموال لالهم ولجيبهم حسب تقرير ديوان المحاسبة، مش عم بحكي شيء من عندي. طيب قناعتك الأخيرة يعني اليوم انه واصلين وخلص يعني بهذا الموضوع، يعني في راح يصير في نوع من مثل ما حصل مع اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، انه امر واقع، يعني ما راح يقولوا توطين بس انه امر واقع. ما فينا نوطن نحن، ما فينا، بس انا اللي عم نقول انه ما بيقدر، ما بيحمل لبنان بس بهيك تعاطي اليوم يعني مع هذه وممنوع مع هذا الملف رح نوصل لامر واقع. امر واقع اذا دلينا بالحلول الشعبويه يعني اللي بتشد العصب. موضوع اللاجئين الفلسطينيين بعده موجود، بنقول نحن ضد التوطين بس ضلوا يعني في امر واقع ايه؟ في ظرف ثاني مختلف، في ظرف ثاني مختلف تماما. اوكي هي هو عندهم دوله وعندهم حكومه، هديك ما في يرجعوا، ما مش قادرين يرجعوا، هو قادرين يرجعوا اذا صار في خطه مزبوطة وتعاون مع بين هذه الدول. سو ما فينا يعني ما بيشبهوا كتير بعض هول الملفين، ولكن ملف السوري لا، ملف اصلا بالعدد اكبر بكتير، بالظروف بتتغير كتير، وبالرشاوي اللي عم ناخدها غير، سو في كتير امور غير بتحتم علينا انه نحطه على الطاوله ونعالجه بطريقه. خلينا نروح على موضوع الثاني اللي هو اليوم مسألة الحرب بالجنوب، ومسألة يعني بتعتبر انه صار في تكيف البلد اليوم مع واقع انه في حرب بالجنوب وبتكفي الحياة بشكل طبيعي بالبلد؟ سؤال مش عارف شو بدي ارد عليه، بس هو واقع يعني هذا اللي صار بالبلد، كيفين نحن مع الواقع انه بنعتبر اذا صار حرب على لبنان هو بس اذا قصفوا بيروت او قصفوا يعني بهذا بهي النقطه الجغرافيه يعني. بس انه بالجنوب صار حرب عادي وفي تكيف البلد معه. اي بس اول شيء بزعلني كثير انه اسمع تصريحات هلا ونحن اللبنانيين عم يتدمروا بيوتهم وعم يدفعوا دم وعم يدفعوا ارواح وعم نخسر مش بس البيوت، عم نخسر الشجر والأرض عنا بجنوب، اللي يعني عنا يعني لنا جنوب، كلنا جنوب. وانت بترجع بتحكي في ناس راحت أبعد، في ناس تحكي عن سلام مع الدولة العدو، عيب والله عيب.
نحن أول شيء في الخصومة مع حزب الله موجودة، وأنا من الناس اللي ضد حزب الله واضح، ومع حصرية سلاح ومع استراتيجية دفاعية لنقول كل هيدا سلاح اللي بده يكون المقاومة بتجي مش بس مسؤولية حزب بلبنان، مسؤولية الجيش ومسؤولية كل اللبنانيين، لنرجع مش بس أنا ما بدي حصرية سلاح لريح العدو ولا لأقول بدي سلام، بأنا ما بدي سلام مع هذا العدو لأنه هو بحياته ما رح يكون دولة سلام. هيدي ما بتعمل سلام لأنه ما بتعترف لا بشرعية دولية ولا بسلام. ولا بعطيك قدي أكتر من 130 قرار من تهكتهم من قرار أمم متحدة هذا العدو. شو بدك تحكي؟ هيدي أي دولة هاي؟ ومين حاميها؟ حاميها أمريكا. بس so أنا بعد عنده وجهة نظر تاني، وجهة نظر بس لأقول إنه خليني كمل هالفكرة لأنه حساسي رامز، ما تقطعني بليز. إنه هيدا لا تفضلي عم بتجرب لا. صار لك فترة تفضلي. هيدا الموضوع مش بتعالج بهيدا الطريقة. جنوب لبنان وكلنا ما بقى نتعامل هن لحالهم، بس كمان الحل ما بده يكون في شد عصب. هلا الحل أهم شيء بيحمينا الوحدة الوطنية لما نكون نحن ضرب تحت القصف. ونرجع نفكر على رواق انه 1701 وغيرها من الحلول، 1701 مع تطبيقه طبعا ومع شرعية دولية، ولكن اول شيء مين بده يطبقه؟ ما بدك مؤسسات، ما بدك رئيس جمهورية، هو بالدستور هو اللي عنده صلاحية المفاوضات. طيب بدنا نروح على انتخاب رئيس جمهورية، على تأليف حكومة، على المؤسسات الدولة هي تعالج، مش زعمة بين بعض عم بيشدوا حبال وعم بيقوسوا على بعض وعم بيخلوا الوحدة اللبنانية بخطر، خاصة بأصعب وقت لمن انت تحت الضرب الإسرائيلي. ثانيا أي رئيس جمهورية بدنا وشو بده يجي يعمل؟ مش بس بدي رئيس جمهورية وخلص، كمان أي رئيس جمهورية؟ ما بدنا رئيس جمهورية بيمثل كل اللبنانيين، بيمثل هواجس كل اللبنانيين، هواجس أهل جنوب اللي تحت النيران، وهواجس كمان كل لبنان وكسروان والشوف والكل اللي بدهم يشوفوا هيدا سلاح ضد إسرائيل، بس مش يستعمل بالداخل ك ك ك كتوازن قوى جوا. أكيد حق يعني الكل. أنت ما إذا اليوم اللي جرى يعني إيجاد صيغة ليكون هذا السلاح فقط موجه ضد إسرائيل الإبقاء عليه والاستفادة منه ضمن استراتيجية دفاعية للدولة وللجيش. يعني هيدا بده يكون ضمن الدولة مش خارج الدولة. أنه اليوم خلت يروح الجيش اللبناني ويبعت ويرجع حزب الله يتراجع عن الحدود، والجيش اللبناني كفيل يعني بضبط الوضع. ايه أوكي بالجنوب. بس يكمل كيف يكمل؟ يعني يكمل. أنا مع 1701 بس أول شيء مين اللي عم ينتهك 1701؟ أنا بدي بس هيك نعلد الصوت ضد إسرائيل شوي، يعني ما عليه ضد حزب الله، أنا ضد حزب الله بس ضد إسرائيل خي ما عليه، يعني علي الصوت ضد إسرائيل وما تقول عدو بس وبدينا لإسرائيل طريقة خجولة. لا علي صوت مين يعني هيدا العدو بتعبر عن القوات اللبنانية، في كتير مواقف عم بسمعها ما ضروري سمي. لا في 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 كأنه خجول يعني اللي طلع المؤتمر اللي عمل بمعرض بس غير هيدا المؤتمر ايه. في كتير ما بدي انسى حدا لأنه أنا سنة الأبرز اليوم بالمعارضة الأبرز أوكي أنا أكيد أنا خطاب القوات بالنسبة ل 1701 أنا معه خطاب إنه العداوة لإسرائيل والهجوم على إسرائيل وعلى أمريكا اللي عم تحمي إسرائيل لحد هلا خجول. ليه ما منقول السيادة اللي عم تنتهك؟ ليه منا سياديين؟ يعني بس تجي السيادة على الانتهاك من العدو الإسرائيلي أو تدخل كل هيدي الدول منا مش سيادة. عنده وجهة نظر بتقول إنه اليوم لو بس خليني كمل 1701 يلا 1701 عم تنتهكوا بالشهر بمعدل بالشهر من اليونيفيل حسب اليونيفيل 333 مرة عم ينتهك 1701 من العدو الإسرائيلي. سو نحن بدنا 1701 بس مين اللي ما بده 1701؟ قولوا العدو الإسرائيلي. مين عم يحمي هيدا العدو الإسرائيلي غير أمريكا وألمانيا؟ اخدي دور كبير بحماية هلأ هيدا العدو، ونحن من دين هيدا الحماية البلا حدود اللي عم تضرب الشرعية يعني الدولية. بس خليني لأنه عم تقولي بس هاي الفكرة لأنه أنت يعني من دون عامل قوة بعد اللي شفناه بغزة منه يعني نتكئ على المجتمع الدولي فقط أنه هو بيحمينا، هذا الشيء منه منطقي. بدنا نقول لهم مين بده يحمينا بس من دون قوة يعني فعليا هذا منه منطقي. مشان هيك عم قول نروح ننتخبوا رئيس جمهورية ورئيس جمهورية أو رئيس الجمهورية قوية قادرين يحموا مؤسسات وينفاوضوا. بس شو بيتغير هلا لو في رئيس جمهورية؟ لا بيتغير. شو بيتغير؟ شو بيتغير؟ مين بده يفاوض هلا؟ شو يعني مين بده يطبق 1701؟ ما لازم نطبقه صح؟ وبعدين ب 1701 بس إنه لو في رئيس جمهورية اليوم رح يقول له لحزب الله إنه اليوم فيك تفتح جبهة أو ما فيك تفتح جبهة. نحن قايلين يعني شو اللي بده يتغير اليوم؟ نحن قايلين ب 1700 برئيس برئيس الجمهورية ونحن الستة اللي حطينا زياد بارود واللي ما رفضنا نحط أي مع أي محور أسماء، جينا حطينا أجندة
شو بده يعمل هذا الرئيس. من ضمن هال شو بده يعمل هذا الرئيس، قلنا بدنا استراتيجية دفاعية تكون فيها حصرية السلاح والمقاومة وطنية ولبنانية على كل الأراضي. لقلوا الأهل الجنوب، أنا تضحيات أهل الجنوب لا تفوق تفوق كل تخيل. تخيل يعني كل واحد أهل الجنوب خسر بيته 3-4 مرات وضحى وراح لهم ابنه وراح لهم خي، أنه لا أنتم بتضحوا لحالكم، نحن ما خصنا بالتضحية، كلنا مسؤولين عن دفاع عن الجنوب. المقاومة والدفاع عن النفس هو دفاع عبر الدولة، عبر بناء مؤسسات دولة، عبر بناء اقتصاد. مشان هيك الحل ما بيكون حل جزئي يا جماعة، عبر بناء جامعة لبنانية، عبر بناء مدارس رسمية. الناس عم تتبهدل لأنه مش عم بالمدارس الرسمية. طيب مين عم يلتفت عليهم اليوم؟ اليوم في جواب البلد لأنه أنتم لأنه مع حزب الله أو اختار يعني هو يفتح هذه الجبهة استفروا. يعني اليوم مين عم يلتفت فيه؟ 94,000 نازح من القرى الجنوبية، في دمار هائل، يعني في صمت كمان عن إنه حجم الدمار اللي عم تعمله إسرائيل بهذه القرى دي. مين بيلتفت يعني وين في وين الدولة اليوم بهذا الالتفات لهؤلاء النازحين؟ شو عم ينعمل؟ للأسف في خطابين مشتزئين. كل خطاب أنا بشوف فيه جزء من الحق طبعا، مش عم نقول لا، بس مشتزئين، ما في كل الحق وما في كل الوجهة تخدم كل لبنان وبناء الدولة وعبر الدولة. أنا عم أقول أنه الدفاع عن النفس ضد هيدا العدو بالذات اللي ما عم يعرف أي حدود بالقانون الدولي ولا بالشرعية الدولية. يعني اللي عم بيصير لك ICC المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بيطلع، انت عم تيجوا عم بس عرفوا شموا ريحة من وراء القضية الفلسطينية اللي انرفعت انه ممكن يتوقف نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الاركان. كان مرعوب نتنياهو من هذه الفكرة انه تصدير مذكرات توقيف. طبعا مرعوب لانه الاول مرة بيتجرأوا هلأ المحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنائية الدولية انه في قضايا ضدهم، وهذا لازم يكمل هذا المسار الدولي. كمل لك بس انه انتو بتبعتوا تهديدات انه 12 سيناتورز من مجلس الشيوخ الامريكاني يا وقحين، 12 سيناتورز بتقولوا للضغط على المحكمة الجنائية الدولية. إذا الضغط على المحكمة عم تقتلوا العدالة الدولية، برد بيعمل بيان كريم خان بالبروكيورر المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية وبقول أرفض التهديد. هلأ الستاف تبع ICC بده يروح يسحب مصرياته ويسكر الاكاونت، يسكر الحساب البنك بقلب امريكا لانه خايفين من شو هاي من عقوبات. هو مافيا، هو مش دول. مشان هيك نحن لا، نحن 1701 لارجع بهاي النقطة قبل ما تروح على 701. قلتي انه اليوم في نعم بالتحضير للحلقة انه عم بتقلي انه كمان ممكن لبنان في يعني بدل ما يروح دائما على شكاوى لمجلس الامن اللي ما بتوصل لمكان، انه يروح بهذه الشكاوى بالجنوب والتهديد دائما بالإبادة بالجنوب ورجع يعني رجعنا للعصر الحجري وغيره من تصريحات تهديدات العدو الاسرائيلي، انه يروح بتقديم شكاوى للجنائية الدولية. ايه وهي اعطيني بس دقيقة. يلا اول شيء المحكمة الجنائية الدولية اعترفت بدولة فلسطين دولة عضو عندها. مشان هيك في هلا قضايا عم ترفعها فلسطين بالمحكمة الجنائية الدولية. اللي منع يكون فلسطين دولة عدو بالأمم المتحدة هي أمريكا اللي عملت فيتو بال2011، كان هي بتطلع من توصية من مجلس الأمن على الجمعية العامة للتصويت عليها. التوصية اللي طلعت من مجلس الأمن طلع فيتو واحد عليها هي من أمريكا، وقفتها ما وصلت على الجمعية العامة لتصير ممبر ستيت. منوصل على لبنان، ما نحن ما عنا نحن ما انضمينا ما انضمينا للICC. أنا حضرت ورقة وقدمتها للعدل للجنة الإدارة والعدل ورقة أنا وبعض المستشارين القانونيين والحقوقيين قدمنا ورقة شو هي كل الطرق إذا بدك الموجودة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لل IHL القانون الدولي الإنساني لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب عم تصير بأراضينا. حطينا ثلاث حلول، أكتر شيء ثلاث حلول. أول شيء أنه نحن مش جزء من نظام روما، ولكن في المادة 12 الفقرة 3 من نظام روما بتتيح لنا أنه نقبل صلاحية هذه المحكمة على مدة معينة وبقع جغرافية معينة لمحاكمة إسرائيل عدو الإسرائيلي بالجرائم الحرب اللي عم تصير. هيدي ضروري تصير. Secondly المحكمة العدل الدولية ما بدنا نضيع الوقت. والثالث في لنعمل لجنة تقصي بالهيومن رايتس كونسل. قدمنا هيدي الورقة، تم تبنيها من لجنة الإدارة والعدل تقريبا بالإجماع وطلعت على الحكومة. الحكومة اللبنانية من جمعتين تقريبا بتطلع قرار جدا مهم وما بحياته صاير بلبنان، إنه بتقول نحن لازم حسب هيدي المادة 12 3 اللي نحن قدمناها الورقة بتقول
بلا لازم نحن حسب المادة 12 نقبل الصلاحيات ونرفع دعوة ضد العدو الإسرائيلي بالمحكمة الجنائية الدولية. وطلبت من وزير الخارجية أنه يطلع هذه الورقة، هي في إعلان بده يكتبوا ليبعتوا على الاي سي سي حتى نبلش ونباشر بقضية. ضروري ضروري نعمل هيدا الشيء ونواكب هيدا القضايا، لأنه ممنوع بقى هيدا الجرائم الحرب اللي عم بتصير مش من هلأ، من 75 سنة بسبب احتلال إسرائيلي بدون عقوبة. ليش ما بينضم لبنان على يعني طلب كمان يكون انه ينضم للجنائي؟ يجب ان يدرس هذا عن جد، هذا جديا هذا الملف، ونشوف نحن حتى نوقف التفلت من العقاب بهيدي الجرائم الدوليه الكبيره، نشوف نحن ننضم للاي سي سي. بس هلا بما انه مش منضمين ما في مشكل هلا، وما بدها هيدي حكومه عندها ثقه، هيدي بدها بس اعلان صغير من وزير الخارجية، طلع قرار الحكومة وبهنيها للحكومة على القرار، شكرا، لأنه مش دغري بتروحي دغري أنت شكوى على مجلس الأمن، شكوى على مجلس الأمن، كأنك ما بتعرفي غيرها، وأنت بتعرفي مجلس الأمن في البلوك الفيتو. كم قرار نحن طلع بتعرف أمريكا كم فيتو مستعملة لحماية العدو الإسرائيلي بفلسطين وبلبنان؟ 89 من 1945، 89 فيتو استعملت، يعني أم حسبناهم حسبت الفيتويات طلعوا أقر من نصف الفيتويات المستعملين من قبل أمريكا هي لحماية العدو الإسرائيلي بمجلس الأمن. وأنت بتعرف كمان بالتكوين وبستركتشر تبعت منظمة الأمم المتحدة، الوحيد اللي قادرة طلع قرار ملزم بالقانون وتحت الفصل السابع وبالقوة هي مجلس الأمن. مشان هيك شو عم تعمل؟ أكتر شيء القرارات وين عم بتروح؟ على الجمعية العامة، على الجمعية العامة. سيس فاير لما طلع قرار سيس فاير وقف إطلاق النار بالجمعية العامة طلع بقد إيه أغلبية؟ 154 دولة إجوا ضد إسرائيل بسيس فاير، 10 بس صوتوا ضد منهم إسرائيل وأمريكا، 10 بس. أغلبية الدول هي مع مين؟ مع القضية الفلسطينية. لكن مين بمجلس الأمن في الخمسة فيتو المقاعد الدائمة هي اللي عم بتوقف انه يطلع قرارات؟ بس بحي القرار انه منيح امريكا هذيك المرة امتنعت عن التصويت لطلع السيس فاير، هي اول شيء. وكمان مبسوطة انه ماشي انه هلأ عم بيهدد بايدن انه ما يعطي أسلحة، بس هيدا غير كافي طبعا، بدنا اكتر بعد لوقف هذا الإبادة. في تخوف كبير اليوم، في تهديد العدو، يعني التهديدات العدو الإسرائيلي انه يكون في يعني هذا صيف ساخن وتهويل بحرب على لبنان. رح ناخد فصل ونستكمل هذا النقاش. رحب فيكم عن جديد مشاهدينا الكرام، رحب فيك عن جديد النائبة حليمة قاقور. اليوم مسألة 17-01 كنت عم بسألك عن النقطة قبل البريك، قصة اليوم في جزء كبير من الأطراف السياسية بتقدموا القوات اللبنانية عم بتقول أنه اليوم إذا بيروح الجيش اللبناني على الجنوب بينزع كل الحجج اليوم، يعني نحن بنعمل اللي علينا والباقي يعني المجتمع الدولي بيتكفل فيه أو بيحمينا. هل برأيك اليوم ذهاب الجيش اللبناني، أو أنت هو موجود الجيش اللبناني على حدود، بس أنه هن انتشار الجيش وسحب حزب جنوب الله بريطاني. أوكي، اليوم بينزع هذه الذريعة، أم أنه إسرائيل مش بحاجة لذريعة يعني بهذا الموضوع؟ أول شيء 1701 نحن أكيد مع تطبيقه، ولكن هل 1701 لحاله بيحمي وبيأمن حل مستدام؟ أكيد لا. مشان هيك الحل المستدام مرجع بقول ضروري هلأ بنحترم كل قطر الدم عم تنزرف، وكل مش عيب أقول تعاطف، يعني كل الاحترام لكل اللي عم بيصير، لكل التضحيات اللي عم بتصير. بس آخر شيء بدها تنحل هالقصة بطريقة مستدامة، ما فيها تضل هيك، يعني لازم نجي نحكي ونتحاور مع بعض ونحط هالاستراتيجية الدفاعية. في تضحيات للمقاومة، يعني للحزب بالجنوب يعني اللي عم يسقطوا بالدفاع، للناس 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 وللمقاومة، للناس تمام، للناس وللمقاومة، ايه للناس اللي عم في ناس عم بتضحي جواها هن اللبنانيين، وفي شباب عم يدافعوا عن الجنوب، يعني عم يدافعوا. بس هيدي هل هي هيدي المقاومة انا بشوفها بتحل؟ لا، انا بشوف هيدي المقاومة يجب ان تكون من ضمن مؤسسات الدولة وبالجيش اللبناني وضمن استراتيجية دفاعية للدولة، وما بدها تكون لك حق الدفاع عن النفس بالمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، حق بس ندرس الطلاب، انا درست طلابي باول سنة حقوق وواجبات الدول. خليني اقول لك شغلتين مع بقى مقاومة ضمن الجيش اللبناني، انه ما لا لا جيش يعني لبناني بمعزل عن موقفك من حزب الله اليوم بي بي تزبط. خليني كمل يا سياسه داخليه، بس انه اليوم مقاومه من ضمن الجيش، رح اقول لك كيف شو رايي هيدا. اول شيء عم اقول لك بس نقول شو هي حقوق وواجبات الدول. أوكي. اول شيء حقها
تدافع عن نفسها وحقها بسيادة. ليه نحن عطيناهم للحقوق للدول نفس الشيء؟ لأنه أنت لازم تدافع عن نفسك إذا تم الاعتداء عليك للمحافظة على السيادة. سو نحن مثل ما فهمونا أنه حديث الدفاع عن النفس والسيادة هني ضد بعض، هني مع بعض. ما أنت عم بتقاوم للدافع عن سيادتك، ولكن لما ننعطى هذا الحق نعطى للدولة وللشعب، ما نعطى لجزء من الشعب. مش حدا بيحتكر المقاومة لحاله. مسابة هني موجودين بجنوب. مش مسابة، هيدا خطة. ما في مسابة. خطة مسابة إنهم بجنوب. يا رامز. يعني أوكي. هلا. جغرافيا يعني مين بده. يا رامز موجودين مش عم نقول لا. دفاكتو باور. أكيد. أوكي. بس آخر شيء بدك ترجع تروح تعمل هاي استراتيجية دفاعية لنكون كلنا مع بعض، كل الشعب مقاوم. شو هالمنظر اليوم؟ بس انا بيقول يعني اهل الجنوب يروح يقرروا كل اهل لبنان ليروح يدافع عن الجنوب. هي مسابة اجت ردت فعل على الاحتلال وكفت، يعني تدرجت هالمقاومات، اجت احزاب وطنيه شو؟ بعدين اجت المقاومات الفلسطينيه، بعدين اجى نتيجه شو؟ خلينا على الجراس روت للمشكل. أوكي. شو سبب المشكل؟ الاحتلال. لا، الاحتلال وضعف الدوله، بس الاحتلال وضعف الجيش وعدم قيامه بواجباته، وعدم وجود كمان قرار سياسي ليكون يروح الجيش. في الاحتلالات من 78 ل 82 وغيرها ما قام بالجيش اللبناني بدوره، نتيجه شو؟ السلطه السياسيه ما عادت تقدر تدافع عن لبنان. مش عم نحكي ضد بعض يا رامز. طيب بس خليني على نفس الصفحه. على نفس الصفحه لحد هلا. اوكي. طيب مين عبى هذا المطرح؟ المقاومه. مقاومه، بس هيدي المقاومه هل انت بتنفع الدل هيك بهالطريقه؟ ما بتنفع. هيدا اللي عم اقوله. مقاومه اجت لحزب، حزب طائفي شيعي، مقاومه شيعيه. اوكي، مع كل الاحترام لكل الطوائف، انا علمانيه بس احترم كل الاديان وكل الطوائف. مقاومه شيعيه مجتزئه عم تحتكر المقاومه، صح؟ وبعيده عن خارج مؤسسات الدوله. اللي عم بقوله انت لترجع هلا في فرصه كل هيدي هي الدوله احتكار، انه هلا يروح كل الاحزاب تروح تقاوم. يعني هلا اليوم موجوده بجنوب تطلع. لازم، بس ضمن شو؟ مين اللي بيحط الخطه ومين بيقرر ومين بيروح؟ ضمن الجيش والحكومه. بس انا عندي مشكله، بس عم نشكي هيدا اللي عم قوله كانه هي هوايه الدفاع، انه هودي الشباب انه عم بيروحوا اليوم عم بيموتوا يعني كرمال هال وشو قلت انا؟ ايه. انا عم اقول انت ما في، لما انا اكون ضد حزب الله وضد انه تدل المقاومه خارج الدوله، ولكن ما بحق لي ولا بحق لكل لبناني يسخف اي تضحيه عم بتصير من هول اللبنانيين. اوكي، ما هو احترام لهول الناس ودم هول الناس. ما بيعني انه انا ما ناقشه بالسياسه واقول له بدها تتغير هيدا الوضع. هيدا الوضع شو عمل؟ كمان فتت اكثر النسيج الاجتماعي، وصارت ناس كانه طائفه مع المقاومه وطائفه ضد المقاومه. ما بيصير لما نيجي اعتداء من دوله اجنبيه، كلنا اللي مؤمن الملحد المسيحي المسلم كلنا سوا مندافع عن ارضنا، مندافع باي طريقه كانت. بس في ناس يعني في الجمعيه الاسلاميه فتت على المقاومه بدعم موجود كثير منيح، بس بعده يعني خارج الدوله اليوم انه يكون في ناس يعني فاتت الجمعيه الاسلاميه فاتوا فات اكثر من فصيل. طيب بس بدنا دائما مع دوله ما استوي. انا ليه اللي اقول لك؟ لانه اللي عم تخسر بتكون الدوله، واللي عم تربح الدوله اللي بتعمل مفاوضات. كمل لك شغله، سؤال واضح وصريح. مازال بدك الدوله. هلا الجيش اللبناني بامكانياته، يعني ما حدا عم يشكك فيه اليوم نيه الجيش او رغبه الجيش او عقيده الجيش بالدفاع عن لبنان بهذه الفتره اليوم، بس هل قادر اليوم عسكريا اليوم الجيش وبامكانياته العسكريه ان يحمي لبنان وحيدا ومنفردا؟ 1701 اصلا لا يطبق، بس لارجع لك لاربطه بالجيش. عم تجاوبيني جواب مباشر. بلا بدي، ما انا جيت لك على الجيش. هل قادر الجيش اللبناني على حمايه لبنان وحياتك؟ جاي لا يا رامز، مش رح غشك، انا جاي على الموضوع. أوكي. بس لبلش لك. اوكي، من امشني بدهم 1701؟ ايه، وانا بدي 1701. 1701 بده شغلتين ليتطبق. الا وهن، اول شيء ضمانه العدو الاسرائيلي لاحترامه، مش تروحوا تضيفوا عنا مين بده يحكي لحد هلا. واضح انه ايه، ما بولا هون بده يصير مفاوضات. يعني بدي انا اي دول بدها تضمن هذا العدو من احترامه. مين بيضمن انه احنا طبقنا انه عم ترجع بتفوتوا وبتضرب وشفنا عم تحمي؟ ثاني شيء بقلب هيدا قرار 1701، بقلب قرار 1701 بيقول وين؟ وأن تطلب مساعدة قوات إضافية من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حسب الضرورة لتيسير دخول القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة، ولإعادة تأكيد اعتزامها تعزيز القوات المسلحة اللبنانية بما تحتاج إليه من عتاد لتمكينها من أداء واجباتها. أنتوا قايلين ب 1701 إنه هيدا الجيش بده تمكين وبده عتاد، والعتاد ضمن أسلحة، وبدي أعرف بس ما قال أي نوع أسلحة كمان. انا اي نوع اسلحه بده هل رح ينقام؟ لانه هلا بتعتبر هل منع؟ مش قادر. ها ايه، جيت على جواب. هو في كلام كتير بس ما بيطلع هاد في ادل. في منع تسليح الجيش اللبناني بشكل يردع؟ في منع اكيد، في منع.
في قرار سياسي بعدم تسليح الجيش، مش هيك ما فينا نضلنا نهرب من حالنا. يعني في منع امريكي لتسليح الجيش ايه، ومش بس امريكي وكمان كذا دولة قوية هن ما منع قرار تسليح الجيش، والمساعدات اللي عم تجي الفتات على الجيش مشروط انه ما يضرب ضد العدو. يعني هذا بيجي بياخذنا انه نحن بحاجة اليوم، اذا في هذا المنع بحاجة لهالمقاومة تكون موجود. لا، بحاجة لنرجع نناقش ما يا زلمة يا رامز، بس ما انا ما انت عم بتقولي اذا في منع والجيش منه قادر وعندك ورقة قوة كمل. بس ليش يعني المجاهرة يا رامز في كمل لانك يعني تجمل تكون... بس في سؤال اسألك سؤال، ما صرت عم تسأل 20 مرة، بس عم تخليني لا بس كمل. ما بتعطي جواب مباشر، ما انا ما بعطي الجواب، بدي اقول لك الكونتكست كله. تفضلي. ما هي الجواب رح قلت لك اياه. بدي احاول الخبريه مشان ما تقولي لي انه انا بين اسرائيل، يعني ما فيك تكوني ضد حزب الله مثله مثل الاحزاب اللبنانيه بالسياسه الداخليه وعنده 100 قصه تحكي عنه، بس بالجنوب يعني اليوم بين اسرائيل وحزب الله فيك تقولي انه انا مع المقاومه اصلا. بلا هذا السؤال، ما هذا جاوبت عليه، انت ما بدك تقتنع بجوابي. لا بس انا هذا عم بسالك عنه، انت حر بتقتنع بجوابي، انا عم بحكي على شيء ثاني. دهن انا عم بحكي عن ما في خطه استراتيجيه ودفاعيه نجي نحطها نناقشها كلنا سوا بدون تمكين الجيش. وال1701 هو قايل انه نحن من ضمنه تمكين الجيش، اذا نحن ما فينا بقى نجي نضحك على حالنا. طب 1701 ما طبقه، بس ناقش كل النقاط اللي بتخلي 1701 تطبق. منها ضمانة تيجي تحكي هالدول الحامية اسرائيل بدون اي حدود، تيجي تفضل تضمن لنا هذا العدو وتفرجينا كيف بدك تضمن مع كل التاريخ السيء تبعك بحماية اسرائيل. بدنا نناقش معه ونتفاوض معه لان تعطينا هالضمانات انه اسرائيل تبلش تحترم بقى شي مرة شرعية دولية وتحترم 1701، ونحن ما احترام شرعية دولية 1701، وتاني شي تمكين الجيش. ايه في قرار سياسي وهيدا ما بيزبط بقى انه يكمل، اذا بدهم يحكوا ب 1701 يشيلوا القرار بالحظر بتسليح الجيش اللبناني. ممتاز. اليوم كمان في امبارح بيقول لنا كلام انه اليوم، وهنو هي بتعبر عن وجهه نظر كلام سمير جعجع رئيس القوات اللبنانيه، انه نحن ضد انه الدوله تروح تعمر هلا القرى الجنوبيه بعد انتهاء وقف اطلاق النار، لانه مش نحن اللي اخذنا قرار الحرب، اللي خلى اللي اخذ قرار الحرب والسلم اللي هو حزب الله يعني هو يعمر الجنوب. طيب مش هو بيقول هو مع منطق الدوله؟ ايه. وضد الدويله؟ طب هذا مش منطق دويله؟ طب انا مش مع منطق دوله. هو عم بيقول انه مثلا انه اليوم اللي من الشمال او بيروت او اللي ما اخذوا قرار اليوم يفتحوا الحرب حتى لو يتحمل. حتى لو هن شو خصهم هول الناس اللي جوا؟ هو مش لبنانيين؟ هو مش ضمن الدوله اللبنانيه؟ ما هيدا بيساهم وبيعزز خطاب حزب الله. طب ما انت شو عم بتقوله لحزب الله؟ عم بتقوله هيدا الجنوب مش لإلي وما خصني فيه، ما زال انت عم تاخذ القرار بالحرب، انت لوحدك تصرف بهيدا المنطقه، وكانه عم بتقوله ايه خليك لحالك، عم بتحارب هنيك ونحن ما خصنا بجنوب. جنوب لإلنا، والقرار الحرب والسلم اكيد بده يكون بالحكومه اللبنانيه، وحمايه الجنوبيين نحن كلنا الدوله اللبنانيه بدها تحميهم، واعاده الاعمار كلنا الدوله اللبنانيه بدها تقعد تشوف لنحن نحمي هول اللبنانيين. منطق انه كل واحد عنده منطقته هيدا بده يخلص، ما منطق دولة مش هو هيك. ما أنا بفهم وجهة نظر القوات لما بتقول نحن ما خدنا القرار، بفهم إيه لازم القرار ضمن الدولة، قلت لك والمقاومة ضمن الدولة، بفهم هالشي، ولكن أنت عم بتعاقب الناس اللي جوا؟ عم بتعاقب الناس اللي خسرت بيوتها؟ ما هو الناس لبنانية وما خصة. سو أنا منشان هيك بدي أقول، وهاللبنانية بعدين في ناس بدي أحترم أنا هون الناس اللي هن بالنسبة لهم لما عم يخسروا بيتهم وعم يخسروا أرواح من عندهم، هي عم بيقولوا نحن في سبيل المقاومه ضد العدو الاسرائيلي، وبالنسبه لهم طبعا وبحترم كل شيء في سبيل الله. طب هو عم بيضحوا وعم بيقولوا ما عليه في سبيل دفاع عن اراضينا، ما بدي اجي انا اقول لهم كمان لا عمروا لحالكم، لا ما كلنا سوا بدنا نرجع نقول لهم تعوا على الدوله، كلكم تعوا على الدوله، تعوا على الدوله اللي نحن مفروض نحميكم، نمكن الجيش ونحط استراتيجية دفاعية ونحميكم كلنا، وبنفس الوقت إذا صار شيء نحن منعمر، غير هيك نحن عم نكمل بالموجود، يعني عم نكمل بهيدا الوضع اللي ما بقى فيه يتكمل. تمام. ما قطعتني. شفت أنا. شفت أنت اللي عم تقاطعيني وعم عم تتهميني إنه أنا عم أقاطعك. اليوم بقصة يعني كان في مفاوضات أو مسعى، يعني كان في ورقة فرنسية مسألت لي وساطة مالي وقف هذه الحرب، بتأيدي يعني وقف أنه الحزب يتراجع عن، لأنه كان فتح هذه الجبهة لدعم غزة، يتراجع اليوم أو يوافق اليوم على وقف هذه الحرب بالجنوب الجنوب بمعزل عن الحرب بغزة، يعني عدم الربط بين الجبهتين؟ طيب أول شيء أنا مع عدم الربط، أكيد مع عدم الربط، انه ايه نحن من ندعم القضيه الفلسطينيه للاخر، ما في بس
مع القضية الفلسطينية بس عيد بس، نحن مع القضية الفلسطينية لآخر. وهي قضية محورية، بدي أقول لك شيء، هي مش إنه عم يرفضوا مش قضيتنا، هي قضية محورية صارت بكل العالم. إذا بكل العالم قضية فلسطينية قضية محورية، وأنت اللي على حدودك، في ناس تقول كان ندعمهم مثل ما كل الدول العربية ندعمهم بالسياسة، يعني ما ضروري نحن تدعم بالسياسة، دعم بالدبلوماسية، يعني بالموقف، ما بيقولوا نحن مش بس بالموقف، وين بالموقف انت قادر تعمل اكتر من هيك؟ فيك تعمل، نحن شو بدك فلسطين شو بدك؟ خليني بس لكمل لك الفكرة. أوكي. فلسطين عم قول هي قضية محورية بكل العالم اليوم، قلنا ايه ولا قلنا لا، قضية محورية. هلا انت عندك ما بدها تكون قضية محورية وهي على حدودك، في جغرافيا سياسية بس، ABC تاع جغرافيا سياسية، انه انت لما تكون على حدودك هي بتأثر عليك مباشرة، غير الدول العالم اللي غير مباشرة، بتأثر على الكل وتهدد السلم والسلم والأمن الدوليين في كل العالم. اوكي، طيب هيدي القضية محورية عنا. هلا كيف بتتعالج هيدي القضية المحورية عنا وبكل العالم؟ هون بدنا نشوف هل نحن ربط الجبهتين هو الحل. في كتير ناس بتقولك ما انحلت الأمور، بعدنا عم ناكلها اثنين، بس هيدا الضغط الدولي، أنا الضغط الدولي الفرنسي والأمريكاني والألماني وغيره بيجوا بيقولوا بيضغطوا علينا لنوقف الحرب، وما بيضغطوا على إسرائيل لتوقف الحرب، هيدا صارت مش مقبول. أنا مع فصل الجبهتين، بس على القليلة أنتوا جاي عم تضغطوا علينا، ما احنا نتيجة، ما احنا تحت الاحتلال هيدا العدو. وشو نحن المشترك بينه وبين العدو، بينه وبين بالفلسطين؟ نحن محتلين من نفس العدو، ونحن عنا أراضي وعم نضرب من نفس العدو، ونحن نفس الشيء لما عم هون في جرائم وهونيك في جرائم وهونيك جرائم أكتر أكيد. طيب نحن ما عندنا مشكلة، ومع بالعكس مع حماية فلسطين، مع حماية لبنان من الحرب، ما بدنا حدا بده حرب، حدا بده ينقتل ويشوف الناس عم تنقتل، بس ما فيكن بقى يا هاي الدول الكبيرة تضغطوا علينا وما تضغطوا على العدو الإسرائيلي. ولا سكيزوفرينيا يعني. يعني حضرتك حتى بالموضوع الفلسطيني البعض يعني بيرجع على طول دائما على مبادرة السلام العربية وحل دولتين، وأنه السلام مع إسرائيل بحل هذا الموضوع. شو رأيك؟ طب إذا هيدي الدولة قلت لك أكبر دولة، أكتر دولة في العالم خير الشرعية الدولية، ولا تؤمن، حطيتك اكزامبل كتير عند الاعداد كلها وحاططها، لا تؤمن بشرعية دولية، لا تؤمن بوجود اخر بدولة اخرى عند نفس الحقوق والواجبات، اوكي، هيدي الدولة لا تؤمن بسلام ولا بعدالة. العدالة هلا العدالة الدولية شموا ريحة انه نتنياهو يوقفوا، هددوا بحدد بروكيورر، حدا بيهدد محكمة، عم بيهددوا محكمة. طيب انت كيف سلام؟ انا بالنسبة لي أرفض، يعني ضد السلام مع إسرائيل، ضد السلام مع في عنا اتفاقية هدنة، يحترموا اتفاقية الهدنة 1701 من طبقه يتفقوا الهدنة، لأنه أنا أرفض الخضوع. وبعدين مين بده يناقش هلأ سلام؟ أنت كيف بتروح تناقش؟ رحت أنت فوت، بس لك هاي النقطة، بس هاي النقطة يعني اللي بتقول اسم البالانس اوف باور، توازن القوى، العلاقات الدولية شو بيحكمها؟ شغلتين، توازن القوى والمصالح، صح؟ أنت بأضعف مرحلة مارق فيها بالتاريخ يا دولة لبنانية، أضعف شيء، هلأ بدك تروح تناقشي سلام؟ والله العظيم هلأ شو بدك تكونه؟ مش خضوع، أكتر من الخضوع رح يكون كله لصالح العدو. هي أول شيء، رسمنا الخط 29 وأنتوا بعدكم ضعف، شو صار؟ خسرت الخط 29، وما رح يتسامحوا عليه التاريخ، رح يشهد ضدهم كلهم، يعني كلهم بخسارة الخط 1029. خط 29 خسارته، هيدا خسارت لك كل هذا، مش ملكن، مش ملكنا، ملك جيل الأجيال اللي جاي من الغاز ومن الأرض ومن حرقة قلب كبيرة. خط 29 يعني بتشوف اللي بيتمسك بعده بموضوع حل الدولتين بوقت أنه إسرائيل حل الدولتين هي أوكي. تقول أنه تريد دولة يهودية يعني ايه. فأنه واحدة أنه هو بتوصفيه أنه اليوم هل هو من نوع من السذاجة السياسية أم هو نوع من التواطؤ؟ يعني أنه المحادة هو عم بيقول لك أنا ما بدي حل الدولتين، وأنت بتصر لي حقتي تقولي له بدي حل الدولتين وبدي السلام معك، وعم بقول ما بدي. ما بحب لما تقولوا شيء الأقوى ما بده إياه، العدو الإسرائيلي لكل أمريكا، قلت لك رفضت تعترف فلسطين دولة عضو بالأمم المتحدة، كيف يعني هي بدها حل الدولتين؟ ما هني ما بدهن حل الدولتين. أوكي. والعدو الإسرائيلي المحمي من كل هالدول الكبيرة ما بده حل الدولتين. هي أول شيء، ما بعرف سذاجة سياسية ولا تواطؤ، مش عم بفهم أنت أولى. أنا بسألك إلك، والله أنا ما بعرف، أنا سألني تحت الهواء بجاوب، أنا كتير ما بعرف، أنا سألني تحت الهواء بجاوب، ما بعرف أقراها هولي، كيف ما بعرف أقراها سذاجة أو تواطؤ. تاني شيء بس بدي أقول لك أنا شو الحل بالنسبة لي، ويمكن هو الحل اللي ما خصني فيه أصلا، الشعب الفلسطيني بقرر، بس الحل مثل ما كانت قبل، دولة
دولة فيها كل الدولة علمانية لكل الناس اللي بتعطي مساواة بين اليهودي والمسلم والمسيحي وتكون الكل عايشين بسلام مع بعض، هيدا الحل. بس مش أنا اللي بقول، ما لي حق، أنا بقول لك هاي الحل من بعيد. هذا التصور الشعب الفلسطيني للحل. تصور إيراني؟ ولا مرة سمعته بقول لك دعوة السيد، هني قالوا بدنا دولة علمانية؟ مش علمانية، بقول دولة للجميع يهود وفلسطين، دولة بتجمع كل. أنا ولا مرة شفت هني دولة إسلامية، ما في ما بيدعوا لدولة علمانية، أنا عم بقول واضحة شعبهم. بيقولوا دولة واحدة يعني بتجمع اليهود والعرب. طب عالك عال، إذا قالوا هيك ماشي الحال. فيك تلتقي مع اليهود. فينا نلتقى ماشي الحال، منا عال. أوكي. أنا دولة علمانية لكل الناس، اليهودي بفلسطين له حق يعيش بسلام، اليهودي نحن ما عندنا مشكل مع اليهود، عندنا مشكل مع الصهيونية اللي ما عم تخلي حدا يعيش بسلام. عظيم. مع المسلم والمسيحي. إذن بس برجع بعيد، دولتين، دولة واحدة، الشعب الفلسطيني يملك قرار، هذا القرار ونحن ما خصنا فيه. قديش مهم اليوم الحركة الطلابية اللي عم بتصير بالعالم دعما للقضية الفلسطينية. لك طلعت بحلقة بعد 27 دغري، وكانوا مبلشين بالجينوسايد والإبادة العدو الإسرائيلي، وقلت لهم أنا لا أؤمن إلا بحركات الشعوب، لأنه أنا عم شوف سفر كتير، وكتير سفر بيحكوك منه أنه هن مع القضية الفلسطينية بس مش قادرين يكونوا يعبروا كشخص، لأنه في هن عندهم مصالح مع أمريكا، سو دايما عم تحكي مع هذه المصالح، بينما الشعب لما بيحكي بحرية أكتر وبيحكي بشجاعة وبيحكي مع الإنسانية أكتر ومع هو الإنسان أكتر. بالتالي الضغط اللي عملوه الشعوب ليك غيرت القضية، يعني النظرة للقضية الفلسطينية تغيرت بكل العالم، وانتصرت القضية الفلسطينية بكل العالم وعند كل الشعوب، وقوة الشعب بكفي، وقوة الشباب اللي بآمن فيها بلبنان وبكل بلدية بكفة تانية، اللي غير عن جد هي قوة الشباب بالجامعات وقوة الشباب بالطرقات. هاي غصب عنهم صايرين هلأ الحكومات، لأنه بخافوا بالانتخابات الجاية أنه يخسروا الانتخابات، غصب عنهم بلشت الجامعات تسحب استثمارها بالجامعات الإسرائيلية وبلشت تخضع على إرادة الناس. مشان هيك أنا بقول كل ما حدا يأسنا كناس أنه ما فينا نعمل شيء، فينا نعمل كتير أمور، الناس هي اللي قادرة تعمل، الحكومات والمصالح مع الشركات الأسلحة وشركات البترول هم ما فيهم يتحرك. يعني اليوم ما بتلومي، يعني لأنه في بعض اليوم بعد كل هذا الدمار اليوم الهائل بغزة وعدد الضحايا أو الشهداء اللي سقطوا، بلوموا حركة المقاومة الفلسطينية أو حركة حماس اليوم على عملية 7 أكتوبر. يعني حضرتك ما بتلومي؟ يعني أنا بحب أنه لما 7 أكتوبر يسحبوه من الكونتكست تبعه، من السياق 75 سياق 75 سنة. أوكي؟ أنت بتعرفني أنا لا مع المقاومات الدينية، أنا مع مقاومات وطنية تجمع كل الناس على مبدأ بالرغم من الاختلاف. ما خصنا مين بس أنا هيدي الموجودة، من المقاومة إذا كانت ماركسية أو دينية أو دينية أو شو ما كانت، هي حركة تحرر بالمعنى. يعني فيك ما تكوني ما رح تنتسبي إلا بحزب سياسي. أنا هذا اللي عمل لك بس في بس أوكي، إنه أنا لا أؤيد هذه الحركات إلا لتكون وطنية، ولكن أنا ما خصني هونيك وما أقول لك وما خصني بهديك الأرض. بس أنت عم بتمجي الأرض، خليني أكمل، خليني أكمل. لا لا لا، أنا بالنسبة لي أي الحركات لما بتطلع من 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 طائفه ما يكون عندها مشروع سياسي وطني مثل ما اللي وقع فيها الازمه حزب الله، بس ما بينفع عنه صفه اذا كانت هي حركه او حزب ما اسلامي. ما في حركات طائفيه وطنيه انا بالنسبه لي، ما هي ما كل بلد بنشوف كل حزب طائفي بلبنان بقول عن حاله وطني كلهم. مره كنت ببانل عن حقوق المراه مع ممثلين عن كل احزاب السلطه، ولا حزب قال اللي هو وطني. كيف وطني انت لما بتحمي، عم طالب بحمايه طائفه وحده وبحص الطائفه وحده على حساب الكفاءه وعلى حساب المؤسسات، كيف وطني؟ كيف مواطنة يعني؟ ما أنا مش ظابطة، ما هي ضد بعض. يعني هي المقاومة تردد فعل، كيف هن الناس كيف انتخبوهم راحوا مثل ما حصل مع حزب الله وحماس. بالنسبة لا أنا بس يعني إذا راحت للخيار الإسلامي هذا حريتها، يعني هذا شأن. ما مشان هيك قلت أنا مش شأن صح؟ أنا قلي بلبنان مشان هيك قلت برأيي الوطنية على الحركات الإسلامية، أكثر رأيي بحزب الله ورأيي بالمقاومة اللبنانية كيف لازم تكون، وأصريت على استراتيجية دفاعية لنكون كلنا سوا إيد بإيد مع مؤسسات الدولة مع الجيش اللبناني. أنا واضح رأيي هون، واضح ورقة لنا كمان شو كاتب بهذا الموضوع. سو هيدا دايما منعيده كونسيستنت، نحن برأينا ما منغيره، بس أنا ما منغيره لأنه شايفينه هلأ الأنسب، بحقلنا نغيره وبحقلنا نغلط وبحقلنا كل شيء هلأ شايفينه الأنسب. بس اللي عم أقوله إنه أنا ما خصني في مقاومات هنيك تملك حق الدفاع عن النفس والتحرر، و75 سنة احتلال
وخارق لكل قواعد القانون الدول الإنسانية وللشرعية الدولية، هؤلاء الناس بحق لهم يقاموا. وهن بناء مقاومتهم. وهن بناء مقاومتهم. طبعاً شو هيك أنا أعمل لك مقاومة. أنا لا أتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. وهذا اللي حصل بالجنوب. قرار الشعوب هي تاخذه. وهذا اللي حصل يعني بالجنوب. تتخوف اليوم، لأن سألتك قبل ما ناخذ فاصل للآخر، إنه اليوم في تهديد وتهويل على طول، إنه اليوم هلا إنه في صيف ساخن أو حرب على لبنان بحزيران أو وقالنت يعني على الحدود اللبنانية أطلق تهديدات إنه اليوم على لبنان أن يكون هناك حرب شاملة على لبنان. صاروا من أيمتى؟ صاروا كل يوم عم بيهددنا، مش بس عم بيهددونا بضرب، عم بيهددونا بإبادة. على فكرة بدنا نبيدكم مثل ما بدنا الشعب الفلسطيني، في أوقع من هيك؟ ما كل يوم في تهديد، وهيدا التهديد كمان موجود. أنا بعرف هلا في ناس بيقولوا ما خلصنا بقى قانون دولي، بقاش في قانون دولي، قانون دولي موجود، حقوق الإنسان موجود. من يدعي تطبيق حقوق الإنسان هو نزل عنه القناع. بس خلينا نطير نميز تهديد بالحرب والتهديد بالإبادة، هيدا انتهاك كتير كبير. لا. وهيدا عم يتسجل كمان بالمحاكم. بدي أقول لك شيء، فرانشيسكا ألبانيز، هي ألبانيز هي السبيشال رابورتور للحقوق، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان. نعم. بالأراضي العدو الإسرائيلي، بتجي بتطلع رابور، بتكتب التقرير، بتقول هي في جينوسايد، في إبادة بأراضي. نعم. ايه طبعا ما عم لك العدو الاسرائيلي، ما له هو اللي عنده. ما ماشي الحال، عم بطلع معك معك، ماشي حرام، بعرف موقفك حيط موقف. لا موقفك ايه واضح بقى. اللي عم بقوله صلح المصطلح بس. ايه اللي عم بقوله، لا عدو اسرائيلي بس لكم، لا هو دوله، لانه دوله في القانون الدولي نحن لا نعترف بهذه الدوله. تمام اوكي، واعترف بقيام دوله فلسطينيه اكيد. بس اللي بدي اقوله انه هي تهددت بالقتل، حقوق إنسان جاية مبعوثة من حقوق الإنسان لتكتب تقرير قالت في إبادة تهددت بالقتل. هودي هالقد هو الجماعة هيك. سو أكيد بدنا قوة مقابل هذه القوة، بس بدنا قوة دولة ومؤسسات سامة. أقوى شيء، أقوى شيء هي وحدة الشعب، أقوى شيء تواجه في العدو وحدة الشعب وقيامه. بالأثناء بتردوا فيه، ما بدش أثناء هلا نتوحد كلنا ضد العدو الإسرائيلي. بدش أثناء رح تخاف كل يوم، ما بدنا يعني هالقد. يعني إذا هلا توحدنا رح تخاف. ايه صدقني، صدقني انه كل ما نحن بدك قوه بايدك هلا منيح، هيدا بتدعم، بس اذا توحدنا بس بدون شيء اهم شيء. ومبسوطه هي لما بتشوفنا نحن متفرقين وعم نتقاتل ببعض. عم نحكي بس انه هذا اكيد، بس بدك شيء حدا عامل قوه. مش هيك عم قلت لك اقتصاد، وقلت لك جيش، وقلت لك كل هولي، وقلت لك مؤسسات، وقلت لك جامعه لبنانيه، بدي اروح بدي بس. لا ما بنرجع نقول لك، بس انه هيدا الشيء ما بيكفي لحاله. هذا اللي قصدي. معك اكيد معك. شكرا لك النائبة حليمة قعقور. مشاهدينا شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.